أكد عدد من أعضاء مجلس الأمة أن الأحداث الأخيرة في العراق لم تكن وليدة اللحظة، بل تم الترتيب المسبق لها ليدخل العراق بالفوضى الحالية، فيما رأى آخرون أن هناك من السياسيين الكويتيين من يحاول التكسب سياسيا من هذه القضية من خلال إضفاء الصبغة الطائفية عليها. من خلال قراءة عامة للأحداث اللي حصل في الموصل بالذات بالنسبة للعراق، أنا أعتقد قضية ليست قضية عسكرية. اللي حصل في الموصل من خلال بعض التحليلات بأن القضية سياسية بحتة، القضية ترتبط بتواطؤ بخيانات داخل الجيش، وترتبط أيضا بأطراف إقليمية. القضية ليست قضية وليدة اليوم وأمس، إنما واضح أن كان يعد لها من السابق. حقيقة الصراع في العراق هو صراع ما بين الوطن وأتباع الوطن وأعداء الوطن، لكن للأسف هناك من يحاول أن يسبغ الصفة المذهبية على هذا الصراع ويصوره كأنه صراع سنة ضد شيعة، وهذا مخالف للواقع. للأسف البعض في الكويت أيضا يحاول أن يعزف على نفس الوتر ويصور صراعه السياسي ضد المجلس والحكومة على أنه صراع طائفي وأتباع إيران وما إلى ذلك. للأسف ولقول هذه اللعبة مكشوفة حتى يفوزوا بمثل يعني هذا الصراع.